بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أول يوم في تعليم الفوتوشوب. أول حاجة عندنا هنبدأ بيها تعريف القوائم. أول حاجة دي اسمها شريط القوائم، تمام؟ ودي شريط الأدوات. لو أول ما سطبت البرنامج وفتحت لقيتها كده، ممكن تفتحها عادي من هنا وتقفلها، تمام؟ وهنا نفس الكلام، هنا برضه. تاني شريط معانا ده شريط الأدوات، قلت دي شريط الخصائص. ليه بنسميها شريط الخصائص أو البروبرتيز؟ لأنها بتجيب خاصية كل أداة من الأدوات دي. خاصية مثلا أداة الموف بتجيب لك كل خصائصها من هنا، خاصية الماركي برضو بتجيب لك كل خصائصها من هنا، اللس كل الأدوات دي بتجيب لك الخصائص بتاعتها كلها. طيب مثلا عايزين مثلا نفتح مشروع جديد أو صفحة جديدة أو ورقة جديدة، ندوس فايل نيو او ندوس كنترول ان، بنسمي الاسم مثلا كرييتيف فوتوغرافر، تمام؟ والخصائص من هنا الديفولت دي اللي هي بتكتب انت المقاسات اللي انت عايزها، كل المقاسات اللي انت عايزها بتكتبها، سواء سنتيمتر او انش او بكسل. اليوس صور دي هنعرفها بعدين. انترناشونال بيبر اللي هي المقاسات الطباعة A4 A5 A6. الفوتو اللي هي زي ما بتروح استوديو مثلا بيكون عايز صورة 4x6 5x7 8x10 اللي هي طباعة الطباعة برضو يعني. الويب مقاسات الويب 806 1024 × 768. كل الحاجات دي هنعرفها بعدين. اول حاجة هنعملها خلينا في الديفولت نكتب مثلا 40x20 مثلا. الريزوليوشن اللي هي جودة الصورة، جودة الصورة عندنا حاجة اسمها وحدة قياس الصورة. وحدة قياس الصورة عندنا تتقاس بالبكسل، زي وحدة الطول سنتيمتر وكده، الصورة تتقاس بالبكسل، بكسل لكل انش مش سنتيمتر. فالريزوليوشن نخليها دايما 300، تمام؟ كل الحاجات دي جري سكيل اللي هي ابيض واسود، ار جي بي كولر اللي هي اختصار لايه؟ للتلات الوان الرئيسية اللي هي الريد والجرين والبلو. دي التلات الوان الرئيسية اللي بنشتق منها كل الالوان التانية، تمام؟ ندوس اوكي. كده فتحنا صفحة جديدة. فبنفتح الاف وندوس اوكي. دي اللايرز دي اهم قائمة من القوائم اللي موجودة هنا. فاول اداة عندنا من الادوات هي اداة الموف. أداة الموف الموف بنحرك بيها كل العناصر اللي بتكون موجودة على الصورة، زي مثلا نجيب صورة، أي صورة، ندوس كنترول او عشان نفتح الصورة، أي حاجة، أي صورة من هنا. فبنسحبها من اللي هي الأداة دي اللي اختصارها حرف ال V، فبنشيلها كده ونسحبها هنا، تمام؟ بنصغر ونكبر بالت ومسطره، الت ومسطره تصغر، الت ومسطره تصغر، كنترول ومسطره تكبر. وبنحرك الاداه اللي هي هنا الموف، بنحرك بيها، تمام؟ تمام. كنترول تي عشان نصغر او نكبر الصوره. تاني أداة عندنا اللي هي الماركي. الماركي دي بنحدد بيها عنصر في الصورة أو أي حاجة في الصورة على شكل دايرة، سواء بقى أنت عايزها بيضاوية أي حاجة. عايز مثلا تكون دايرة منتظمة الشكل، فمتدوس حرف الشيفت، زرار الشيفت أقصد، وتكون الدايرة تكون منتظمة، منتظمة الأقطار تكون منتظمة في الشكل ده. لو شفت وقلت فتكون تتحرك من المركز، المركز الدائري. فاحنا مش عايزين مثلا على شكل دايرة، عايزينها على شكل مربع مثلا، فبندوس كليك يمين هيجيب لك كل الاشكال، يجيب لك مربع برضو نفس الكلام، دوس شيفت يجيب لك مربع منتظم. عايزها مثلا على شكل خط، خط اهي
وانا عايزها رأسي، فبنجيبها مثلا اهي تمام. تالت أداة اللي هي اللص تول. اللص تول دي بتكون بتعملها بإيدك، يعني انت بتحدد بإيدك، عايز مثلا تحدد كده تحرك بقى الشكل ده، عايز تحرك ده مثلا تروح مثلا دايس كنترول كده تقصها الصورة خالص، سكرول ترو الت زد نرجع. التانية اللي هي بتكون تحدد على شكل خطوط كده، شوف دوس كنترول انتر عشان تقفل الدائرة، تحدد كده كنترول دي نشيل التحديد. اخر اداة اللي هي ماجنتيك تول، ماجنتيك لاس تول دي بتحدد بيها زي المغناطيس كده، يعني مثلا ايه تدوس هنا هي تتحرك لوحدها، تتحرك لوحدها، تتحرك لوحدها تمام. بتحدد بيها انت الشكل على حسب انت ما تكون عايز. دي تالت أداة. رابع أداة اللي هي الماجيك واند تول. الماجيك واند تول بتحدد اللون، يعني انت مثلا عايز تحدد اللون اللي في الوش فتدوس كده جابلك لون واحد، يعني الحاجة اللي اتحددت تكون ده الحتة دي كلها كده لون واحد، هنا الحتة دي لون واحد، مثلا العين الحتة دي لون واحد، هنا لون واحد، كل الحاجات اللي بتحددها ألوان واحدة. الكويك سيلكشن تول دي بتحدد يدوي، بتصغر الفرشة من الحرف الجيم والدال، الدال بتكبر والجيم بتصغر، فأنت بتحدد يدوي، حددت مثلا الحتة دي تحدد بيدوي، أنت بتحدد بإيدك، هما هنا الأداتين دول بس. الكروب، الكروب دي بتقص الصورة، مثلا أنا مش عايز مثلا حتة البحر اللي هنا مثلا أروح جايبها من هنا ماشي، عايز مثلا أقص لغاية هنا، عايز أقص لغاية هنا مثلا، عايز أقص وشه بس، دوس انتر كده جابلي الحتة دي بس تمام. الأداة اللي هنا دي بتحدد بيها اللون، اللون اللي انت عايزه، مثلا انا عايز اللون ده، بص هنا على الالوان تلاقي بتتحدد معاك، عايز اللون الازرق مثلا اهو، عايز اللون البني اهو، ممكن انت تحددها يد وتروح دايس هنا على اللون وتحتاج، يعني تحتاج اللون اللي انت عايزه، او حافظ كود اي لون تروح كاتبه وهو يتكتب معاك. رابع أداة معانا أو الأداة دي، أنا مش نسيت الأرقام أساسا. الأدوات الباقية دي كلها هشرحها في المرة الجاية، طبعا هي متقسمة، الأدوات الأولى دي للتحديد وتظبيط الصورة، دي بقى للمعالجة صورة اللي هي معالجة الصورة، هنا قص وكتابة. الأدوات الباقية هنتعلمها في الدرس الجاي إن شاء الله.